الصادق عليه السلام يكشف أكذوبته: لن تخلو الأرض من الحجة. خطوة أولى: الصوفية أولى من الشيعة بالولاية، ولا تخلو من الحجة، والإمامة إن تمت. خطوة ثانية: الكبرى لا تستلزم ولا تثبت الصغرى، الفترة تبطل الحجة والغيبة. خطوة ثالثة: لن تخلو، لا تبرر هروبا وغيبا، وإلا ساخت. تدليس قبوري. البث المباشر يوم الأحد الساعة 8 مساء. المرجع المهندس الصرخي الحسني.